احنا يعني المفروض الموضوعات بالاساس كان في محور سياسي اجتماعي اقتصادي في كل القضايا الرئيسيه اللي ممكن تؤثر في اولويات العمل الوطني. هذا نقطه ثانيه. مره الرئيس في احدى احاديثه قال يعني احنا عايزين الحوار الوطني ان هو نسمع بعض، فده برضه هدف ثاني. الحاجه الاساسيه انه نعم في هيئات متخصصه في مناقشه مثل هذا الامر، مجلس الامن القومي او البرلمان او لجان الامن القومي في البرلمان، لكن ايضا يمكن انه لانه في اوضاع الراحه والاستقرار قد تكون مثل هذا الموضوعات قاصره فقط على مثل هذا النوع من الهيئات فقط. اما وان الموضوع شديد الاضطراب في المنطقه كلها والامور الموضوع فقط بالمناسبه لا يتعلق بالعدوان المصري على لبنان او فلسطين. حضرتك عندك السودان، عندك ليبيا، عندك التعطل الملاحه في البحر الاحمر معظم الوقت في وقناه السويس والتراجع. ما هو حضرتك لما الاضطراب ده بيتم القناه دخلها زي ما سمعنا امبارح من الرئيس وصل لستة مليار دولار تقريبا في اقل من سنه، فده بيؤثر تاثير كبير على الكهرباء وعلى الغاز وعلى الصناعه وعلى الاكل وعلى حاجات كثيره وعلى قدرتك على تمويل محتاجاتك من النقد الاجنبي. فبالتالي الحوار الوطني في هذه الحاله هيناقش ده من زوايا مختلفه كثيره. بالظبط، يعني في ظل كل هذه الاضطرابات يا فندم كيف تتم مناقشه السياسه الخارجيه المصريه في الحوار الوطني؟ ولو كمان حضرتك تكلمنا عن التوصيات اللي ممكن تطلع من الجلسات الخاصه بالامن القومي والسياسه الخارجيه. لا بص يا فندم، النهارده احنا اللقاء كان محدد اساسا للحديث حول جلسه اجراءات ووضع خطه مناقشه الدعم العيني والدعم النقدي. للدعم النقدي والدعم الايه العيني؟ نعم، النهارده الجلسه العنوان الرئيسي الذي دعينا من اجله للانعقاد كان هذا العنوان. امبارح المنسق العام للحوار الوطني الاستاذ ضياء رشوان في البيان اللي طلع امبارح دعا الى ان احنا ما قاله الرئيس نضعه نصب الاعين النهارده في اللقاء ونشوف هنا الجلسه اجرائيا كيف سنناقشها، مش هنناقش ده النهارده، دي نقطه في منتهى الاهميه. النهارده احنا بنتكلم على لان اللي بيناقش الموضوع ليس فقط مجلس امناء الحوار الوطني. المجلس بيدعو الممثلي القوى السياسيه والحزبيه والنخب الرئيسيه للقاء، هما اللي بيقعدوا بيناقشوا وبيوصلوا للتوصيات، مش التوصيات ليست جاهزه او مش في ذهني، ولا استطيع طبعا اخلاقيا وموضوعيا ان انا اقول ان احنا هنطلع بتوصيات كذا، لان ده بيبقى حاصل مناقشات القوى السياسيه المختلفه.